مرحبا واهلا فيكم بقناتي. بفيديو اليوم رح اعمل خبز كتير طيب اسمه خبز المشطاح. هيدا نوع من الخبز مشهور عنا بلبنان، طيب كتير وطريقة صنعه كتير سهلة. مثل العادة حتلاقوا كل المكونات بالتفصيل مكتوبة بأسفل الفيديو بصندوق الوصف، وما تنسوا تتابعوني على يوتيوب وإنستغرام وفيسبوك وتشتركوا بالقناة إذا بعدكم مش مشتركين. وهلأ خلينا نبلش. مثل ما ذكرت قبل شوي إن المكونات كتير سهلة وبسيطة، فبالنسبة للمكونات الجافة في عندي طحين متعدد الاستعمالات، في عندي شوي من السكر الأبيض، عندي كمان المطيبات يلي رح يعطوا نكهة خاصة لهيدا الخبز، في عندي الشومر، اليانسون، الملح، حبة البركة، سمسم وشوي من الكركم، وإذا توفرت عندكم المحلب كمان بتقدروا تستخدموه بيعطي نكهة مميزة. أكيد كمان رح أحتاج لخميرة. هلأ بالنسبة للمكونات السائلة، في عندي زبدة مدوبة وزيت نباتي، في عندي كمان حليب سائل وشوية مي دافيين. هلأ رح أبدأ مثل العادة مثل أي عجينة بتفعيل الخميرة، رح ضيفها على المي الدافية، ورح أخذ من كمية السكر المطلوبة يعني حوالي لنص ملعقة صغيرة، رح ضيفهم على خليط المي والخميرة ورح أحركهم كتير منيح بهالشكل لحتى يدوبوا. بعد هيك بتركهم على جنب لمدة تقريبا 5 لـ7 دقايق. اوكي هلأ ما علي غير اني شكل العجينة، عجينة المشطاح. رح استعمل انا اليوم العجينة الكهربائية، رح ضيف على الوعاء الطحين، رح ضيف كمان الزبدة الدايبة، الزيت النباتي، اكيد السكر الابيض، رح ضيف كمان الحليب واكيد المطيبات يلي ذكرتها. هلا بالنسبه للكركم منه كتير ضروري، انا بس بحب ضيفه لحتى هيك يعطيني لون مميز للعجينه. واكيد اخر شي رح ضيف خليط المي والخميره يلي تفاعل عندي. يعني بكل بساطه ضفنا كل المكونات مع بعضها. هلا رح ابدا شغل العجينه لحتى كل هالمكونات تختلط مع بعضها وتتكون عندي عجينه متماسكه، واكيد لحتى كل هالمكونات بالاحرى المطيبات يلي ضفناها تتوزع بشكل متساوي بالعجينه. طبعا اذا ما عندكم العجينه فيكم تستخدموا ايديكم، يعني تعجنوها بايديكم. مثل ما عم بتشوفوا هون خلص كل هالمكونات شكلت لي عجينه كتير متماسكه، هيدي النتيجه كتير منيحه. واذا بتلاحظوا انه ما في شيء ملزق على اطراف الوعاء. هلا في عندي هون وعاء زجاجي دهنته بشويه زيت نباتي ورح خلي العجينه ترتاح فيه. دهنته كرمال العجينة ما تلزق بالوعاء، واكيد ما تنشف، ما ينشف وجهها. مثل ما شفتوا شكلتها على شكل كرة، يعني هيك بشكل بسيط، وكمان رح ادهن وجهها بالزيت كمان بهالشكل هيدا. هلا رح اغطي العجينة بنايلون، رح اغطيها كتير منيح، وكمان رح اغطي الوعاء كله بشقفة قماشة وحطها بمكان دافي لحتى تخمر تقريبا ساعة ونص. فبعد تقريبا ساعة ونص عندي هون العجينة ضعف حجمها وارتاحت منيح، وهيدا النتيجة اللي بدي اياها، هيك كتير منيح. رح شيلها من الوعاء وحطها على سطح مرشوش طحين، ما تكتروا طحين، شوي بكفي. طريقة تشكيل هيدا الخبز او هيدا العجينة كتير سهل، يعني ما بده ابدا فلسفة او شكل معين. فرح حط العجينة عندي على سطح العمل ورح شكلها بإيدي بهيدا الشكل، يعني بشكل كتير بسيط حتشوفوا هلأ. فبس هيك على شكل يعني مثل كأنه مستطيل، يعني بس أطرافه ما لازم يكونوا كتير محددين، يعني هيك. رح استعين هلأ بالشوبك لحتى مدها شوي للعجينة، كمان رح استعين بإيدي ومدها شوي بهالطريقة، وهيدا الشكل يلي بدي احصل عليه، شكل كتير بسيط. هلأ رح انقل العجينة على صينية الخبز، حطيت لها ورقة خبز ودهنتها بشوية من زيت الزيتون، بتعطيها لون وطعم كتير طيبة من الجهة التحتانية. نقلت عليها العجينة وفردتها بهيدا الشكل، كمان رح ادهن وجهها بشوي من زيت الزيتون. اوكي فهيك كتير منيح. هلأ رح رش عليها شوي من السمسم وشوي من حبة البركة، هي اصلا في بقلبها هالمكونين، بس اكيد هيك بس للمنظر، يعني حرش عليها شوي من فوق، وبواسطة اصبعي رح اضغط عليها بهالطريقة
اوكي كتير منيح هيك. هلأ رح أغطي العجينة ورح أتركها تختمر مرة تانية، هالمرة لمدة تقريبا نص ساعة لترجع تنفخ شوي. وهيدا شكل العجينة من بعد ما خمرت للمرة التانية. بهالوقت الفرن لازم يكون عندكم محمى مسبقا على درجة حرارة 400 فارنهايت أو تقريبا 200 سلسيوس، وبدخلها الفرن لمدة تقريبا 20 دقيقة أو لحتى تحمر وتاخد هالشكل الحلو. الخبزة طلع كتير طيبة عن جد، كل هالمطيبات يلي ضفناها عطوا ريحة ولا أروع من هيك، وشوفوا شو طرية عن جد كتير طيبة. وشوية الكركم يلي حطيناهن عطى هيك لون حلو. فهيدا كان فيديو اليوم، فيديو بسيط وطيب وسهل. أنا كتير بحب الخبز المعمول بالبيت، فإذا عجبكن فيديو اليوم وهالوصفة ما تنسوا تعملوا لايك، تشاركوها مع رفقاتكن وأهلكن، وتشتركوا بالقناة سبعتكن مش مشتركين تشوفوا بقية الفيديوهات. وأنا إن شاء الله بشوفكن بفيديو تاني. باي.